صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق للرئيس الروسي. نتابع إياكم خادم الحرمين الشريفين يصطحب الرئيس الروسي إلى صالة التشريفات بالديوان الملكي. اليوم سنشهد توطيد ورسم لهذه العلاقة الكبيرة التي تجمع البلدين الصديقين ببعضهما، علاقات قوية امتدت لأكثر من 9 عقود، انتهت بزيارة أو ربما كان آخرها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى موسكو، التي جاءت هذه الزيارة ثمرة لزيارة خادم الحرمين. هذه الزيارة للرئيس الروسي التي تأتي بعد أكثر من 11 عام من آخر زيارة له إلى المملكة في عام 2007 للميلاد، وبالطبع ستشهد العديد من الاتفاقيات ومجالات التعاون التي ستوقع بين البلدين وسيزدهر بها الشعبين الصديقين. نتحدث عن دولة عظمى وهي جمهورية روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، ودولة لها ثقلها السياسي في الوطن العربي والإسلامي. اليوم المملكة العربية السعودية ترسم بهذه الزيارة ملامح قوة وصلابة لها ولجمهورية روسيا الاتحادية، وتعاون وثيق يجمع البلدين للنهوض بالمنطقة. وبلا أدنى شك أن روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية تجمعهم رؤى مشتركة وأهداف موحدة في مختلف قضايا المنطقة. كما نتابع وإياكم الرئيس الروسي يصافح أصحاب السمو الأمراء ويلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة. هذه الزيارة تأتي في زمن تحصل فيه تحولات كبيرة في العلاقات السعودية الروسية. ربما كانت لها طابعا آخرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للنهوض بهذه العلاقة والزخم والتحول الكبير في ما بين يجمع البلدين الصديقين. بالطبع هناك جوانب عديدة تجمع البلدين، وجوانب اقتصادية وعسكرية وأيضا ثقافية ورياضية وتعليمية وغيرها. سنشهد اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات، أيضا نهوض عدد من المشاريع بين البلدين. المملكة العربية السعودية دولة